بسم الله الرحمن الرحيم. دولة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دولة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية، معالي المستشار الجليل بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، السادة الأجلاء أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية، السيدات والسادة من الحضور الكرام وضيوفنا الكبار. يسعدني مشاركة حضراتكم في هذا الملتقى الهام الذي يجمع صفوة العقول القضائية والقامات الدستورية الإفريقية تحت رعاية كريمة ومستمرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيداً من الدولة المصرية على أهمية الشراكة الإفريقية في جميع المجالات، وتقديراً لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات. ومن هذا المنطلق حرص دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التوجيه بتوفير كل عوامل النجاح لهذا الحدث القاري الرفيع. السيدات والسادة، بات التعاون القضائي بين بلدان القارة ضرورة تفرضها التحديات المشتركة التي تواجهنا، وعلى رأس هذه التحديات عملية التنمية الشاملة بحسبانها معبراً للرخاء والاستقرار بما تحققه من زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة الآمنة. والحق في تنمية الشعوب هو عنوان لهذا الاجتماع، وهذا الحق من الحقوق الجماعية الذي يكفل للجميع المشاركة فيه والاستفادة من عوائده في إطار من العدالة والمساواة والإنصاف، ومن ثم فهذا الحق على تماس بحقوق أخرى مثل المواطنة والعدالة الاجتماعية وحسن استغلال الموارد الطبيعية والبيئة الصحية، وهو ما حدا بكثير من العهود والمواثيق الدولية والوطنية أن ترصد لهذا الحق مكانة متقدمة بين نصوصها، وأن يكون للقضاء الدستوري دور بارز في تنظيمه وحمايته من أي معوقات ضد تفعيله أو محاولات للإخلال بجوهره. فتنطلق الشعوب نحو التنمية في سياج من الشرعية الدستورية. السادة الحضور، يأتي هذا الاجتماع الرفيع في دورته السادسة بعد أن أصبح تقليداً تحرص على المشاركة فيه معظم الدول الإفريقية ليعالج قضايا غاية في الأهمية تتميز بالتنوع والشمول ولا تنفصل عن واقع الحال الذي نعيشه. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير بكل تقدير واحترام إلى دور المحكمة الدستورية العليا المصرية وشيوخها الأجلاء السابقين والحاليين في وضع حجر الأساس وتطوير هذا المحفل رفيع المستوى عاماً بعد عام كمنظومة قارية للقضاء الدستوري وآلية فعالة لوضع بنية قانونية وقضائية متجانسة. كما لا أغفل دور أشقائنا في القارة الذين هبوا لتنمية الدعوة والمساهمة الفعالة إيماناً بأهمية العمل المشترك في مختلف الميادين بين دول القارة الإفريقية. ونحن على يقين من أن رصيدكم التراكمي من أحكام ومبادئ وكذلك نتاج الطلاق العقلي والفكري للكوكبة المشاركة في هذا المحفل سوف تترك بصمة واضحة المعالم عن مفهوم التنمية من المنظور الدستوري الإفريقي. وفي الختام أتوجه بالشكر إلى الأيدي المنظمة والوفود المشاركة في هذا الاجتماع، داعياً المولى عز وجل أن يكلل جهودكم بالتوفيق والسداد، وأن تكون ثمرة أعمالكم نتائج تتخطى كل الحدود لتصل إلى رحاب الإنسانية غير المحدود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.